سياسة انفتاح العراق على جميع الدول العربية والأجنبية تترقبها عيون المثنى التي تعتبر أفقر المحافظات في العراق. أبناء المحافظة رحبوا بانعقاد مؤتمر دول الجوار العراقي الذي سينعقد في العاصمة بغداد قبل نهاية هذا الشهر، لما سيسهم في تعزيز وتوفير فرص لإنشاء مشاريع استثمارية من قبل هذه الدول. نرحب بأي استثمار، وأيضا نطالب بفتح الاستثمار باتجاه الدول العربية أيضا والدول الأجنبية سواء من الأوروبية والغربية. دخول الشركات الأوروبية وشركات يعني الدول الجوار والإقليم حقيقة دخولها للمحافظة أو للعراق بصورة عامة يعني سوف يعني يكون هناك أمل كبير جدا للمحافظة وللعراق. تفعيل الدور السياسي والاقتصادي للعراق في المنطقة وإمكانية هذا الانفتاح الكبير مع الدول العالمية يراها مراقبون بادرة للتقليل من هيمنة بعض الدول على هذه البلاد من خلال فتح باب الاستثمارات الاقتصادية والتفاهمات في مجالات عدة. مهم جدا أنه هذا المؤتمر يكون عندنا بالوطن، هنا المواطن محتاج اليوم أنه الاستثمارات تزيد، عندنا القطاع الخاص لازم يشتغل، لازم المصانع تشتغل، مهم جدا هذا. حصة المثنى كانت ضعيفة للمطالبة بالاستثمار في هذه المحافظة يعني التي تزخر بالكثير من الخيرات اللي يمكن استثمارها، ولكن يعني يعزى ذلك إلى قلة أو ضآلة المطالبة الحقيقية من قبل الحكومة التنفيذية والتشريعية الممثلة للمحافظة في بغداد لإدراج المحافظة للاستثمار. وتخوض الحكومة العراقية مجددا محاولات جدية لإعادة التوازن وبناء علاقات العراق الخارجية، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدان العالمية واستعراض الفرص الاستثمارية المتوفرة في العراق وإمكانية دخول الشركات الرصينة إلى هذه البلاد. من المثنى حسين الخزعلي، قناة جدة الفضائية.